برضه مميز، نتائج مميزه مع الانتاج الحربي. هنروح نتعرف اكتر على اللقاء من خلال مراسلنا وزميلنا فاروق صلاح. ازيك يا فاروق؟ تحياتي ليك يا كابتن اسامه ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي ومشاهدي ومتابعي برنامج الاشبال. كنت موجود النهارده في مباراه شباب النادي الاهلي امام انتاج الحربي، كلمنا عن المباراه النهارده خاصه ان المباراه انتهت بفوز النادي الاهلي 3-1، وسيناريو المباراه كانت الامور ماشيه ازاي؟ خليني اقول لك كابتن اسامه، في البدايه المباراه كانت ضمن فعاليات الاسبوع الخامس لبطوله الجمهوريه للشباب مواليد 99. الاهلي دخل اللقاء وهو في المركز الاول مناصفه مع فريق بيراميدز رصيد كل فريق 10 نقاط. طبعا النادي الاهلي في هذا اللقاء كان بيعاني من بعض الغيابات سواء للاصابات او اثنين لاعبين منضمين لمعسكر المنتخب الاولمبي عمار حمدي ومصطفى شوبير. النهارده الكابتن عمرو انور دفع باحمد طارق سليمان في حراسه المرمى وقدامه اثنين مساكين مصطفى الياس، ودفع كمان استعان بلعيبه من اربع لاعبين من فريق ال 2000 مصطفى الياس وفارس طارق ولاعب احمد الشامي. لو استعرضنا التشكيله كابتن اسامه، كان اثنين قلبي دفاع مصطفى الياس وعادل زينهم وفارس طارق، باك يمين باك شمال محمد شكري، نص الملعب كان عبد الرحمن مانو والسيد محمود، قدامهم محمد فخري وبشار واللاعب وليد مصطفى وراس حربة احمد الشامي. النادي الاهلي استهل اهدافه في الدقيقه 20 من ركله جزاء احتسبها الحكم اللقاء محمد عباس مايو لاعاقه اللاعب وليد مصطفى، قدر محمد شكري يحرز هدف اول للنادي الاهلي، ثم هدف ثاني احرزه محمد شكري من كره ثابته كان في الدقيقه 37 من شوط اللقاء الاول، ثم قدر فريق الانتاج الحربي ان هو يقرب اللقاء شويه مع الدقيقه الاخيره من الشوط الاول واحرز هدف، وانتهى الشوط الاول يا كابتن اسامه بهدفين، بتقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. عمل فريق الانتاج الحربي مجموعه من التبديلات مع بدايه الشوط الثاني، قدر يحسن من اداء الفريق، استمر صمود لاعبي النادي الاهلي، تالق احمد طارق سليمان وتالق لاعبي خط وسط النادي الاهلي، ثم احتسب حكم اللقاء ركله جزاء لفريق النادي الاهلي في الدقيقه 95 من اللقاء، قدر صالح نصر يحرزها، وده اول هدف في اول مشاركه رسميه لصالح نصر. عايز اسالك بقى عن صالح نصر يا فاروق، يعني دي اول مباراه يلعبها الموسم ده صح كده؟ دي اول مباراه يشارك فيها كابتن اسامه لصالح نصر، كان في عقوبه ايقاف من الجهاز الفني للنادي الاهلي، النهارده صالح بيشارك بيحرز هدف من ركله الجزاء. والروح يا كابتن اسامه اللي انا عايز اتكلم عليها، روح لعيب النادي الاهلي، ان اللي كان مخصص لتسديد ركلات الجزاء في النادي الاهلي كان محمد شكري رقم واحد ومحمد فخري رقم اثنين. لعيبه النادي الاهلي عملت موقف ان صالح بعيد بقى له مش فتره عن المشاركه، بيروح رياضيه، محمد شكري سمح لصالح نصر ان هو يسدد في ركله الجزاء وقدر ان هو يحرز من خلالها هدف، في لفته وروح معنويه من لعيبه النادي الاهلي. من الامور الهامه ثانيه يا كابتن اسامه اللي عايز ان انا اشير ليها، ان حضور كابتن شعيب مدرب التحليل والاحصاء في فريق النادي الاهلي اللي بيتابع فرق الشباب، والنهارده كان موجود بيتابع اللقاء كاملا، تابع ال 90 دقيقه من اللقاء، واكيد بيدون بعض الامور الفنيه، بيتابع فرق الشباب فريق الشباب ويشوف اقرب العناصر اللي تقدر تكون على رادار الفريق الاول للفتره القادمه. طيب يا فاروق عايز اسالك عن حاجه مهمه، هل عندك معلومه ان فايلر طلب ان يعني هيبقى في تنسيق ما بين الفريق الاول وقطاع الناشئين من حيث طريقه توحيد اللعب؟ يعني هو حابب ينقل يبقى نفس اللعب ونفس اسلوب الفريق الاول يكون في قطاع الناشئين، فالنهارده في حاله وصل هو شعيب اللي انت بتقول انه كان موجود يعني في لقاء النهارده وكان موجود في لقاءات سابقه قبل كده يا فاروق. بالفعل يا كابتن اسامه في تعاون او تواصل ما بين مسؤول الجهاز الفني الاول للنادي الاهلي كان مستر ريني فايلر والكابتن سعد عبد الحفيظ مع مسؤول قطاع الناشئين في النادي الاهلي من اجل توحيد طريقه لعب الفريق الاول مع فرق الشباب. وايضا النقطه المهمه كمان يا كابتن، كيفيه استغلال الكرات الثابته، يعني النهارده النادي الاهلي بيحرز ثلاث اهداف من كرات ثابته، الاطار اللي احنا بنشوفه مع الفريق الاول وبنشوفه مع فريق 2001. ومستر شعيب كان ايضا اتفرج وتابع لقاء الاهلي وفريق مصر مواليد 2001، يعني الفريقين اللي هم الاقرب الفرق للفريق الاول فريق 2001 و99، فحاله الاتصال مستمره. النقطه المهمه الثانيه اللي انا عايز اشير ليها يا كابتن اسامه، نتائج الجوله، يعني شفنا النهارده الاهلي طبعا كان داخل اللقاء وهو في الصداره مناصفه مع فريق بيراميدز، فريق بيراميدز كان بيتفوق بفارق الاهداف عن النادي الاهلي، فريق بيراميدز اتعادل على ملعبه مع فريق انبي بهدفين لكل فريق علشان ينفرد النادي الاهلي تماما بالصداره كرصيده من النقاط 13 نقطه، اقوى خط هجوم النادي الاهلي ايضا احرز 11 هدف وعليه هدفين. ايضا من ضمن النتائج يا كابتن اسامه، فريق الاسماعيلي قدر ان هو يفوز على نادي الزمالك 4-1،
علشان النادي الاسماعيلي يقرب شويه، كان بعيد نادي الاسماعيلي. المباراه كانت فين يا فاروق؟ الاسماعيلي والزمالك. مباراه الاسماعيلي والزمالك كانت في اسماعيليه ولا في ميت عوبه؟ ولا ما عندكش فكره؟ اسماعيليه كانت. كانت اسماعيليه. مباراه الاسماعيلي والزمالك كانت على ملعب نادي القناه بالاسماعيليه. نادي الاسماعيلي تسيد اللقاء، قدر ان هو يفوز باربع اهداف مقابل هدف علشان يقرب شويه للمركز الخامس. نادي الزمالك احتل حاليا المركز ال11. ضمن المباريات الجوله ايضا يا كابتن، فريق اسوان قدر يفوز على الاتحاد بهدفين بهدفين مقابل لا شيء. باقي اللقاءات انتهت بالتعادل يا كابتن اسامه، يعني لنا تسع لقاءات. فرق الثلاث لقاءات انتهت بالفوز، لقاء الاهلي ولقاء اسوان والاتحاد ولقاء نادي الاسماعيلي والزمالك. باقي اللقاءات انتهت بالتعادل يا كابتن اسامه. طيب الخمس لقاءات اللي لعبهم النادي الاهلي قبل الجوله الخامسه، ابتدى الدوري المباريات عارف نتائجها ولعب مين يا فاروق؟ اه طبعا يا كابتن محمد، النادي الاهلي استهل مشواره كان بملاقات فريق سموحه، وانتهى اللقاء بتعادل بهدف لكل فريق. ثم ثاني لقاءات النادي الاهلي كان النادي الاهلي التقى مع فريق نادي الزمالك بملعب نادي الزمالك بمتعوبه في لقاء تسيده النادي الاهلي، وقدر ان هو يفوز على نادي الزمالك بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. ثم التقى النادي الاهلي في ثالث لقاءات مع فريق الاتحاد السكندري بملعب النادي الاهلي، وفاز النادي الاهلي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. ثم النادي الاهلي كان التقى في اخر لقاءاته مع فريق الجونه بملعب الجونه، وقدر يفوز بهدف في الدقيقه 89 كان احرزه اللاعب بيسو. ثم اخيرا كان لقاء اليوم امام فريق الانتاج الحربي، وقدر النادي الاهلي ان هو يفوز على فريق الانتاج بثلاثه اهداف مقابل هدف. يعني يا كابتن اسامه الاهلي لعب خمس لقاءات، فاز في اربعه وتعادل في لقاء وحيد. اقوى خط هجوم النادي الاهلي، اقوى خط دفاع النادي الاهلي، على القمه على الصداره النادي الاهلي. شكرا جزيلا لزميلنا ومراسلنا فاروق صلاح على التغطيه، يعني حطينا جوه لقاءات شباب النادي الاهلي. بنبارك طبعا شباب النادي الاهلي النهارده.